واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي الفاضل.